المغرب راه غير يطلع والنهار راه يطوال، وعلى بالي راكم تعانوا من العطش في النهار. شي طبيعي اذا حسيتوا بجفاف الفم، النعاس، انخفاض النشاط، نقص كمية البول، وفي بعض الحالات امساك. هذه كامل علامات الجفاف ولا لا ديزيدغاتاسيون خلال يوم الصيام. وعلى هذه اليكم بعض الارشادات اللي تساعدكم على التغلب على الجفاف. اولا، تناول 8 الى 10 اكواب من الماء من الفطور الى السحور، وعلى مراحل باش يقدر الجسم يمتصها ماشي على خطره واحده، لانه هذا الشيء راح يحفز فقط الكلى وراح تصفي الماء الزائد خارج الجسم. ثانيا، نقصوا من تناول المشروبات اللي تحتوي على الكافيين كما القهوه، الشاي، كولا، لانها مضره للبول. ثالثا، كثروا من تناول الخضر والفواكه لانها تحتوي على المياه، خاصه السلطات باحتوائها على الخس، الخيار والطماطم واللي معظم وزنهم مياه. واخيرا، نقصوا الملح وتناول المخللات والمكسرات المالحه والسكريات لانها تعمل لكم احتباس للسوائل، اون ريتونسيون دو، وتعطيكم شعور بالعطش. اذا تعرضتم للشمس او انخفاض ضغط الدم لا تترددوا في استشاره الطبيب. ما تنسوش تشاركوا الفيديو. نتلاقاو في فيديو مقبل. صحه فطوركم، سلام.